السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتنا كويزين صافون مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الكيك الصراحة اللي كيجي رائع لشكل لا مذاقا. يلا معي باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم. بالنسبة لمقادير الكريمة، عندي نص طرو ديال الحليب، عندي 3 معالق ديال السكر سنيدة، عندي 2 معالق عامرين ديال بودره لا كريم باتيسير، عندي هنايا الشكلاط المربع، عندي هنايا 10 ديال الحبات، وعندي دانون شوكولا. نبداو ان شاء الله طريقه التحضير. خديت هنا كاسرول، غادي ندير فيها نص طرو ديال الحليب، غادي نضيف 3 معالق تاع سكر سنيده. نتوما طبعا كتحكموا في الحلاوه، بودره تاع لا كريم باتيسير، تقدروا تعوضوها بالنشا. غادي نخلط الكل وغادي نوضعو فوق نار حتى يبدا يعقد ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا الكريمه هي عقدت، دابا غادي نضيف لها هاد الشكلاط، يعني ما حتى باقي سخونه، غادي نبقى نحرك حتى يذوب ليا. هكا وغادي نضيف ليها دانون نكهة الشوكولاط، فوالا هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نخليها على جنب تبرد وندوزو ان شاء الله لطريقة تحضير الكيك. بالنسبة للمقادير ديال الكيك، عندي دانون ديال الفاني، 4 المعالق ديال السكر سنيده، دقيق حسب الخليط، عندي لاغوم ديال الفاني اختياريه طبعا، 2 خمارات حمرين، 3 البيضات، وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت. نبداو على بركه الله. غادي نعمل 3 البيضات، دانون بنكهة الفاني، سكر سنيدة، شوية ديال لاغوم الفاني، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، جوج خمارات حمرين، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه لهاد الكيكه ما كتكونش بحال كيكه عادي، يعني تتكون الكيكه شويه خفيفه، هادي كنحاولوا نجمعوها تكون عجينه. داكشي علاش ما عطيتكمش القياس ديال الدقيق، حيت كاين شي دقيق اللي كيشرب وكاين شي دقيق اللي كيجي مزيان. هانتوما كما كتشوفوا العجينه خصها تكون بحال هكا، هنا رطبه، غادي نحاول نقسمها على جوج. هانتوما راه كتلصق ليا شويه في اليد، ولكن درو غير شويه ديال الزيت غادي نحطها على جنب. وبالنسبه لهادي غادي نزيد ليها شويه ديال الدقيق باش تقطع لي شويه، حيت غنحكها من الفوق، يعني هادي غادي نحكها من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا غادي نخليها هنايا على جنب، وغادي نجيب المول ديالي، دهنته شويه بالزيت
وغادي نبقى نعمل العجينه ديالي بحال هكا، نحاول نقرصها على المول كامل هذا هكذا. يعني لشتوها بحال هكا بدات كتلصق لكم، ديروا غير شويه الزيت وكملوا. هانتوما كما كتشوفوا هاني راه درت على المول كامل، وغنحاول نطلع شويه من الجوانب غير شويه بحال هكا. دابا غادي نجيب الكريمه ديالي، من بعد ما دفات شي شويه غادي نكبها فوق الطبقه الاولى. غادي نحاول نميل شويه المول بحال هكا. دابا غناخذ حكاكه وغادي نحكها في هذه البلاصه الغليظه. من بعد ما كملت ليها الحكام دابا راه في هذه الاثناء شعل الفران، هنايا بديت كنزوقها بشويه ديال لي بيبي شوكولا، تقدروا تزوقوها ويعني اختياري. دابا غادي ندخلها الفران ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، انا رجعت لكم مع الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كما كتشوفوا صراحه كيجي زوين بزاف وكيجي كروكو، يعني كيجي بحال شكل شي جاتو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وقولوا لي في الكومونتير كيف جاتكم، وان شاء الله غادي تصدق معكم اكيد. انا غنقطع معكم امورتو باش تشوفوا كي جات. بسم الله، هانتوما كما كتسمعوا صراحة كتجي زوينة بزاف. هانتوما شوفوا كي كتجي. كنشكركم على المتابعة، إلى وصفة قادمة مع فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. دمتم سالمين.